فنان كبير بدرجة طبيب، هو شيخ العرب همام وبشر عامر عبد الظاهر وكمان الشيطان والنوس. بدأ حياته في مهنة الطب، ولما قرر يبقى فنان اتعمل له قضية أداب هو ومعالي زايد، وده بسبب مشهد علاقة حصلت بينهم في الفراش. اتجوز ست مسيحية رغم انه مسلم، ولما بقى عضو مجلس الشيوخ قال تصريحات على المايوهات مستفزة. فتعالوا معايا اعرفكم قصة حياة يحيى الفخراني كاملة، وحدودة كمان قضية الأداب اللي اتعملت له. اسمه الحقيقي محمد يحيى محمد إبراهيم مصطفى الفخراني، وهو من مواليد يوم 7 إبريل سنة 1945. ولما كبر يحيى الفخراني دخل كلية الطب قسم الجراحة، واشترك كمان في مسرح الجامعة، وفاز بجائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية. بعدها اتخرج يحيى الفخراني واشتغل دكتور لفترة قصيرة، وكان عايز يتخصص في الأمراض النفسية والعصبية، وكان وقتها معتبر أن التمثيل دي مجرد هواية. ومع الوقت ندهت الفن طلبته وساب بقى الطب واتفرغ للتمثيل، وكان أول عمل يشارك فيه مسلسل الرجل والدخان، واللي اتعمل سنة 1973، وبعدها بست سنين حقق شهرته الحقيقية، وكان من خلال مسلسل أبنائي الأعزاء شكراً، وبقى كمان فنان معروف. بس الحلو بقى ما يكملش، لأنه بعدها على طول حصل له بقى أزمة كبيرة جداً، وده بعد ما تم اتهامه في قضية أداب هو والفنانة معالي زايد، وكان بسبب مشهد جريء سيكا في فيلم للحب قصة أخيرة، بعد ما رفع عليه ضابط شرطة قضية هو ومعالي زايد ومعاهم كمان المخرج رأفت الميهي. اتهموا بأنهم عملوا مشهد مش كويس وعلاقة بالراجل وست، وهب اتقبض على يحيى الفخراني ومعالي زايد، ورأفت الميهي اتحقق معاهم في نيابة الأداب، لكن بعدها تم الإفراج عنهم في الآخر بعد ما ثبت أنهم ما عملوش كده. قال كمان يحيى الفخراني بعدها أنه لما اتقبض عليه فكر في أولاده اللي كانوا لسه صغيرين جدا، وخاف كمان أنهم يتعايروا أن أبوهم متهم في قضية أداب، وسيرته بقى تفضل عند الجمهور أنه عمل مشهد مخل بالأداب. وبسبب خوفه ده قرر يحيى الفخراني أنه هيعتزل الفن، لكن بالليل في نفس اليوم كان عنده عرض مسرحي، وفضل خايف أنه يواجه الجمهور على خشبة المسرح، لكنه بقى اتفاجئ بأن الناس كلها بترحب بيه، وكمان بتسقف له جامد قوي، وده اللي خلاه يرجع عن قرار الاعتزال. يحيى الفخراني متجوز الدكتورة لميس جابر اللي كانت زميلته في الكلية، وكانوا أصدقاء في البداية، لكن في يوم كان بيعرض مسرحية لبرنارد شو، وتسببت إدارة المسرح في خطأ في المشهد الأخير، فخرج من المسرح وهو متضايق جدا، وقرر كمان أنه مش هيدخل ولا يشكر الجمهور. فقابلته لميس وحاولت أنها تهديه، وقعدت تصبط له هدومه، وكمان شجعته يدخل المسرح ويحيي الجمهور. بعدها اتحركت مشاعر يحيى الفخراني ناحية لميس جابر، وشاف كمان فيها الزوجة والحبيبة وشريكة رحلته، خصوصا انها بتكتب سيناريوهات لأعمال فنية. اتجوزها بالرغم انها مسيحية وهو مسلم. يحيى الفخراني عنده ولدين وهما شادي وطارق، وتلات احفاد وهما يحيى وآدم ولميس. قال يحيى الفخراني إن أسعد أيام حياته لما جات له حفيدة بنت، لأنها البنت الوحيدة في الأسرة، وسماها كمان لميس على اسم زوجته، لكنه أكد كمان إنه كان مشتاق لوجود بنت في العيلة. ولما انضم كمان لمجلس الشيوخ طلب في سنة 2022 منع لبس المايو الشرعي البوركيني على الشواطئ، وقال كمان إن البوركيني مخجل أكتر من المايو الطبيعي، وده لأنه بيلزق في الجسم أكتر، وقال إن مراته لما لبست البوركيني قالت إنه بيكشف أكتر من المايو العادي، وكانت كمان مكسوفة، وساعتها تم الهجوم عليه في السوشيال ميديا. وفي النهاية بقى قولولنا إيه رأيكم في أعمال يحيى الفخراني، ويا ترى إيه أجملهم؟